السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد عادل حديدي، أستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان بكلية الطب جامعة المنصورة. عايز أتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا 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 وبيهم كل الأسر المصرية، وهو بخصوص تأهيل أولادنا وأطفالنا للعودة للمدارس. الموضوع ده مهم جدا لأن الفترة اللي قعدناها الفترة اللي فاتت ديت من بداية كورونا، وديت تقريبا كانت الترم التاني كله، وبعدين وراء اجازه الصيف، الفتره دي طولت قوي والاطفال ما كانوش متعودين عليها قبل كده، وادت الى كتير من التغيير في السلوكيات. جزء من السلوكيات ده كان مرتبط بالدراسه، ان هم ما عادوش بيذاكروا، ما عادوش بيفتحوا الكتب، ما عادش في ارتباط والتصاق بينهم، ما ادى الى ان هم كتير منهم بداوا ينسوا، كتير منهم اتعودوا على اللعب والفرج على الموبايل ولعب على الموبايلات والفرج على التلفزيون لوقت طويل جدا. السلوكيات دي هتبقى تختلف طبعا مع دخول الدراسه، وبالتالي انه طول فتره اللي عادوها دي من الاشياء السيئه اللي ممكن تضرهم. الحاجه الثانيه كمان موضوع كورونا والعوده المره دي للحياه، ده بيكون مرتبط، والعوده للدراسه مرتبط ب تعادات مختلفة ما كانوش متعودين عليها. في الدراسة، في طريقة لعبهم، في لبسهم الماسكات اللي هيضطروا يلبسوها، في الحماية الشخصية ليهم، لأنهم حتى وهم موجودين في البيت أو موجودين في كده، ممكن بعضهم ما تعودش على الاحتياطات الشخصية اللي هي المفروض يستخدموها في العودة للدراسة. عشان كده لازم نجهز أولادنا باتجاهين. اول حاجه في الفتره الاخيره او قبل دخول المدرسه، في الفتره من دلوقتي نبدا نعود اولادنا على ان هم يرجعوا تاني يناموا في مواعيد منضبطه، نبدا نحاول ان احنا نبدا نجيب الكتب الدراسيه بتاعتهم، ونحاول ان احنا نقدر نقرا فيهم بعض الحاجات، نسترجع بعض المعلومات، نبدا نشجعهم ونعرفهم ان العوده للدراسه دي من الحاجات الجميله جدا، هنقابل اصحابنا، هنقابل المدرسين بتوعنا اللي احنا بنحبهم، المدرسة من الحاجات اللي بتخلي الواحد يقدر يجري ويطلع طاقته بشكل كويس، وكل الحاجات دي كنوع من انواع التحفيز، وان احنا نحسسهم ان العودة دي للدراسة دي جانب ايجابي، ويبدأ يستعدوا نفسيا عن طريق تجهيزهم لدخول الدراسة، مع تعليمهم والتنبيه جدا جدا على الحفاظ على الاشتراطات الصحية الواجبة، منها ازاي ان هم يلبسوا الماسك طول المدة، يعني ايه المسافة البينية بينه وبين صاحبه، ما يبقاش فيه التلامس. لازم اعود اولادي على الحاجات دي عشان هو هيبدأ يضطر ينفذ الحاجات دي بنفسه في عدم وجودي. لازم التنبيه عليهم، تدريبهم عليهم. ممكن اعود ابني وهو قاعد في البيت انه يلبس الماسك لفترات طويلة شوية عشان لما يروح المدرسة ما يزهقش وما يحسش ان هو مخنوق. ممكن اديله ازازة زي ازازة كحول صغيرة يستخدمها، اديله صابونة ان هو لو دخل الحمام لازم يغسل ايده او يستخدمها بشكل تكراري. وربنا يا رب يخلي الايام الجديدة الجاية دي تبقى سعيدة علينا وعليكم، ويحفظكم ويحفظ اولادكم من كل شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.